بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي الأعزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في دروس مادة الحديث والسيرة من الفصل الدراسي الثاني، ودرس اليوم بعنوان حياء النبي صلى الله عليه وسلم. بداية نتعرف الفرق بين الحياء والخجل. من الممكن أن يختلط مفهوم الخجل والحياء عند عدد كبير من الناس، حيث يظن البعض أنهما يحملان المعنى نفسه، إلا أن الفرق بينهما يكمن في أن الخجل خلق مذموم يجعل الإنسان يشعر بالنقص أمام الآخرين، مما يمنعه من الدفاع عن نفسه أو طلب حقه، وذلك لأنه يشعر بأن الآخرين أفضل منه. إلا أن الحياء عكس ذلك تماما، حيث إنه من الفضائل التي ربى السلف الصالح أبناءهم عليها، وهو الخلق الذي يساعد الإنسان على رضع نفسه عن القيام بأي أمر قبيح، ويجعل الإنسان يترفع عن القيام بأي معصية. فالحياء أساس لكثير من الأخلاق الكريمة وباعث عليها، فالصدق والعفة والحلم والكرم وغيرها من الأخلاق أساسها الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأمة حياء. فالحياء خلق إسلامي رفيع يحمل صاحبه على تجنب القبائح والرذائل، ويأخذ بيده إلى فعل المحاسن والفضائل. ويكفي لمعرفة منزلة هذا الخلق ومكانته في الإسلام أن نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء فرع من فروع الإيمان، وطريق من الطرق المؤدية إليه. وإذا كانت منزلة الحياء في الإسلام على هذه الدرجة الرفيعة، فلا عجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس اتصافا بهذا الخلق الرفيع. فقد كان أكثر الناس حياء، وأشدهم تمسكا والتزاما بهذا الخلق الكريم. ويشبه لنا الصحابة الكرام خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه كان أشد حياء من الفتاة في بيت أهلها. يروي لنا الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ذلك، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. إذا أحبائي، الحياء صفة تحث على فعل الحسن وترك القبيح. فالحياء يجمل الإنسان ويجعله يرغب في فعل الخير والإحسان. وأما إن ترك الخير بحجة الحياء، مثل ذلك امتناعه عن الحديث في المجلس مع الضيوف أو في الإذاعة المدرسية، فهذا خجل وليس بحياء. صور من حيائه صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. ومن حيائه أنه كان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. وكان من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بلغ عن الرجل أمر فإنه لا يوجه كلامه إليه مباشرة حياء منهم، ولكي لا يجرح مشاعره أمام الآخرين، بل كان من خلقه وهديه صلى الله عليه وسلم أن يوجه كلامه إلى عامة من حوله من غير أن يخصص أحدا بعينه. فكان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يؤذي أحدا بكلام فيه سب أو شتم أو بذاءة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. أبين رأيي في المواقف الآتية مع ذكر السبب. الموقف الأول: حضر ضيوف عندكم فرفض أخوك الخروج إليهم
خجلا منهم، أوافق أم لا أوافق؟ لا أوافق، والسبب هنا أن هذا خجلا وليس حياء. أثناء أدائك للصلاة مع الجماعة في المسجد تذكرت أنك لم تتوضأ فقطعت صلاتك، أوافق أو لا أوافق؟ أوافق، والسبب هنا أن هذا من باب الحياء. نصل أحبائي إلى التقويم، أكمل الفراغات الآتية: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. نعم، الحياء يرغب في فعل الخير والإحسان. أشكركم أحبائي على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.